قد ايه حلو القطع اللي استعرضناها نور ضمن تقريرنا من ضمن المعرض؟ صحيح، كنا طول الوقت عم نتابع التقرير ومبسوطين قد ايش في شغل حلو. والحرف السورية التراثية رغم كل الظروف، يعني أكيد بالحرب تم استهدافها بشكل ممنهج، مع ذلك الناس عم تحاول تحافظ عليها، الحرفيين متمسكين فيها، قد ايه مهم هاي النقطة الحفاظ عليها. مثل ما قلتي، مو بس ظروف الحرب اليوم ساهمت انه اليوم نبعد شوي عنها، كمان الظروف الاقتصادية، ولكن وقت بنشوف هاي القطعة هيك حلوة قدامنا بترجع بتحسي هذا الإحساس الحلو، يعني صحيح لأنه هي شيء جمالية ربيانين عليه، بس الظروف الاقتصادية ساهمت فيها أساساً الحرب. صحيح، كيف الحرفيين رغم كل الظروف استضفنا حرفيين كتير عبر رحلاتنا الصباحية، بتلاقيهم عم يحكوا عن مسيرتهم، قديش محافظين على الحرفة، قديش عم يشاركوا هذا المهم بمعارض ومؤتمرات وخارج البلد وعلى حسابهم وما عندهم مشكلة للحفاظ على هيدا التراث. أكيد نحن دائما عبر صباحنا غير وكل الإعلام السوري دائما نحاول نضوي وندعم هدول الأشخاص اللي عندهم هذا الحب والشغف للتراث السوري. اليوم ضيوفنا ضمن مساحتنا الأولى السيد فؤاد عربش رئيس الجمعية الحرفية للمنتجات الشرقية، والسيد محمد الكجاك حرفي في مجال تطعيم الخشب بالصدف. كرمال نحكي أكثر بشكل موسع عن مؤتمر الحداثة والتجريد. يسعد صباحكم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتكم. يسعد صباحك سيد فؤاد. قد ايه جميل اليوم المشاركة بهيدا المؤتمر للتعريف على الحرف السورية، خصوصا انه في طلاب جامعة التواصل معهم، قديش مهم يتعرفوا على الحرفة السورية اللي هي اساسا جزء من هويتهم الثقافية. كلياتنا ربينا على هي التفاصيل الجميلة، بس لما نقول حداثة بتلاقي نوعا ما الموضوع مختلف، هلا الانفتاح على التكنولوجيا، العصر اختلف، ومع ذلك هي التفاصيل بعدنا متمسكين فيها وجزء اساسا من هويتنا الثقافية. كتير حلو، وهذا الموضوع كمان هام كتير بالنسبة لنا وبالنسبة لطلاب الجامعة اللي كنا عم نشارك معهم بالمعرض. صحيح، هي الحداثة والتجديد بالتراث العربي هي لمسة كبيرة كتير انه نشتغل عليها لحتى نوجد نحن مستقبل جديد لهالحرف وانتاج جديد. صحيح، قبل كل شيء كل من شارك بهالمعرض هذا هو عمله او منتجه هو نتاج الأزمة اللي مرينا فيها، هذا الصمود تبعه والمنتج اللي عطانا إياه هذا نتيجة صموده، ورغم كل الصعوبات اللي مرينا فيها كان عم يشتغل بورشته وعم ينتج، وهالمعارض اللي عم نشوفها نحن وعم يعرضوا فيها هالمنتجات الحلوة هي كلياتها قوة لنا ونصر لنا لتراثنا بالذات. نحن هدفنا قبل كل شيء بالمشاركة هو تعريف الحرف التراثية اللي ورثناها عن أبائنا وأجدادنا لجيلنا الجديد. صحيح، لجيل الجامعات والطلاب يلي عم يتفاجئوا انه معقول هي شغل سورية، شغل ايديكم. نحن من سنتين في كلية الهندسة المعمارية بعتت الطلاب تبعها اللي عم يتخرجوا ويعملوا مشروع التخرج بالورشات الحرفية، بعتوهم لعندي، صرت ابعتهم كل واحد انت شو بتحب الحرفة تعمل عليها مشروع تخرجك، هذا يقول نفخ زجاج، هذا يقول صدف، هذا يقول مزيف، كل واحد على ورشة يروح يعمل المشروع تبعه ويقدمه. كانوا من الطلاب لمسنا منهم محبتهم لهالحرفة وقت اللي تعرفوا عليها وعرفوا تاريخها او عرفوا كيف طريقة صنعها، يستغربوا يقول معقول يعني انتوا عم تشتغلوا هلا هيك، نحن ما عنا علم. هذا شيء نحن معرفة كبيرة كسبناها انه عرفنا جيل جديد لحتى كمان هو بالمستقبل يذكرها لأبنائه لجيرانه للي حواليه لحتى تستمر هالحرف ونتواصل فيها للمستقبل بأشياء جديدة. حتى انه من خلال هالشيء عم ندعي انه اي انسان ما له مرة بالدراسة او مو هوايته الدراسة انه نحن فاتحين معاهد ندربهم تدريبية مجاني لهالحرف التراثية. مين قائم فيها؟ السيد وزير الصناعة أعلن عن دورة وقمنا فيها، يمكن سبق جينا حكينا فيها هون دورة اللي أقام فيها. صحيح، مجانية لحتى إنه هالحرف تستمر وتبقى لطلابنا، تبقى لجيلنا، لمستقبلنا، وتستمر ونحافظ عليها. هاي أهم نقطة أستاذ لهم هي الاستمرارية. بس كيف لقيت اليوم الطلاب؟ يعني نحن اليوم يعني طلاب غير جيل وغير زمان، كل حدا له زمانه ومكان، يعني أفكار جديدة لإلهم، يعني كيف كان القبول لهي القصة؟ يعني رائعين كانوا وقت اللي عم يجوا يوقفوا. هلأ شوفي في طلاب لا تبالي تمشي بتشوف وبتستمر،
في طلاب بتلاقي بيسألوا أسئلة بالفعل بتقولي في عنده موهبة بقلبه بيعرف شيء عن هالحرفة، بيسأل أسئلة يعني محلة أو فيها لفت نظر إنه هو فهمان شيء بهالحرفة أو عم يستفسر على شيء معين. هذا نحن شجعنا كثير إنه نعطيهم معلومة ما نبخل عليهم بالمعلومة، حتى تاريخ الحرفة نقول لهم كيف كانت تنصنع وكيف هلأ صرنا عم نشتغلها، كيف كانت بالبدائية باليدوية ما كان في تيار كهربائي، كيف هلأ صار مع الكهرباء شو طورنا عليها وشو عملنا. كانوا كتير مبسوطين فيها، مبسوطين باستمراريتها. في منهم يقول يا ريت نحن نجي كل مرة يكون فاضيين تستقبلونا نجي بس نشوفكم كيف أو نساعدكم نشوف كيف عم تشتغلوا. هاي كتير كانت حلوة من الطلاب واهتمامهم كتير حلو. وهي نقطة كتير مهمة وجميلة سيد محمد، خلينا نحكي عن هاي النقطة مع حضرتك، المشاركة، تعريف الطلاب. يمكن ما في شيخ كار إلا ما بيتمنى يورث هي الحرفة لأولاده لما طبعا. نشوف يعني كانت هي ثقافة سابقا إنه دائما بيورثها لأولاده، اليوم عم نشوف الوضع مختلف، يعني ورشات تدريبية عم تحاولوا تعرفوا للطلاب، عم تحاولوا يمكن توسعوا نطاق هي الحرفة ليكتسب أكبر عدد من الطلاب ومن أي شاب حابب ينضم لكم. طبعا هلا أنا هي المصلحة ورثتها لأولادي الحرفة هي. ورثتها لأولادي، عندي طفل عمره 16 سنة أعطوه أصغر شيخ قار من الجمعية والاتحاد العام للحرفيين، سابقا عملت معه لقاء من برمضان. هلا أنا بالمشاركة هون بالكلية صار عندي تقريبا شيء 8 طلاب سجلوا إنه بدهم يتعلموا هالحرفة، إنه بده يشوفوا شيء حديث شيء جديد. لحنا أرجيناهم شغلات جديدة، يعني كنا لحنا مثلا كانوا أبانا وأجدادنا يشتغلوا الكنباية، الليوان، هالسندي، الخزائن، غرف النوم. اليوم صار في عنا شيء تحديث، دمجنا الماضي مع الحاضر. اليوم مثل مو شايفين علب صاروا ينزدوها بلكسي، هذا المعشق شيء حديث، هذا مو قديم. القديم كله عربي مو كبير، هلا مودرن طبعا، يعني كله نواعي صحيح. يعني صار اليوم الطالب، يعني مثل اليوم مثل مو شايفه انت اي حدا بيحسن يحمل هالشنتايه صحيح. صار في حداثه شيء عنا بال واكبته اليوم، واكبنا يعني طبعاً. ضلينا محافظين على الحرفة وتفاصيلها ولكن واكبنا. استاذ فؤاد خلينا نروح لعندك شوي ونحكي عن المحاضره اللي كانت لحضرتك باليوم الاول، اكيد انت قدرت تاثر وتاثر ضمن المحاضرة، شو كان اليوم ضمن المحاضرة، شو الطروحات اللي قدمتها حضرتك؟ هي كانت مع الحرفيين، كنا اجتماعنا الأول كان مع الحرفيين قبل الافتتاح بنهار، أي قبل الندوة. نحن كان توجيهنا للحرفيين إنه نستقبل الطلاب بكل صدر رحب، نعرفهم على الحرفة بكل تفاصيل، مو همنا نبيع ونجمع عملة، نحط مهمنا هالطالب نعطيه معلومة عن تراث أجداده، عن تراث بلدنا ولوين وصلنا فيها وعن استمراريتها. كان كل الحرفيين متجاوبين معنا بهالأمور هاي، وحتى أثناء المعرض وحضورهم بالمعرض بالفعل كانوا يهتموا بالطلاب، ما أنه طالب يسأل سؤال أو يتضايقوا منه من سؤاله، لا يرحبوا فيه، تعال بنعرفك، وبيورجوه عملي، يطالع قطعة، في منهم جايبين قطع ضمن الشغل نورجيهم كيف عم يشتغلوا. بقى بالمحاضرة احنا كان هذا همنا انه نوصل معلومة للطالب عن تراثنا وابائنا واجدادنا ووقتنا الحاضر. طيب خلينا نحكي عن هيدا الدور للحرفيين اليوم، تعريف فينا نقول الشباب والصبايا والطلاب، يمكن مجهود كبير ومسؤولية وصعوبات كتير بتواجهكم للحفاظ على هذا التراث، يعني متمسكين بالتراث ويمكن ظروف خاصية، إذا بدنا نقول مادية، اقتصادية، التنقل، السفر، حكينا عنها سابقا بجميع رحلاتنا الصباحية، قديش كنتوا مثلا من خلال هي القطع المزيك أساسا هي مكلفة ماديا، كنتوا معتمدين سابقا على السياحة، اليوم موضوع مختلف، عم تحاولوا تعملوها بسعر التكلفة، عم تحاولوا يمكن الربح يكون كتير بسيط، عم تحاولوا كمان تشاركوا تعرفوا فينا نقول عن التراث السوري خارج البلد، خلينا نحكي عن دوركم أنتم الحرفيين وأهميته اليوم بالحفاظ على هذا التراث والصعوبات اللي عم تواجهكم، يعني نتمنى دائما الدعم الكامل لكم للاستمرار بهي الحرف. أكيد نحن هذا الدعم يعني مطلوب، مطلوب بكثرة إنه لا يعطونا قوة إنه نستمر بالعمل. نحن هلأ شوفي رغم الصعوبات اللي عدتيها وحكيتي عنها عم نشتغل، هذا صمودنا، نحن مقدرين وضع بلدنا
ومقدرين المؤامرة اللي انحكت على بلدنا. إذا نحن كمان بدنا ننسحب مثل اللي راح وكذا معناته نحن عم نستهتر بالبلد، لا نحن بقيانين. ورغم كل هالصعوبات حتى لو كانت لقمة العيش صعبة للحصول عليها بدنا نضايل، لأنه نحن عايشين بالأمل، بأمل المستقبل أنه سوريا رح ترجع تتعافى وترجع لمكانتها الحقيقية لقوتها الدولية. بورشاتنا صعيد أنه سياحة انعدمت، مو نقول انعدمت نهائيا، عم صرنا نخلق شغل جديد نمشي أمورنا لحتى ما نعطل الورشات وما نغير مصلحتنا. هذا حتى مراكز التدريب اللي قمنا فيها وعم ندرب فيها لنخلق جيل جديد يحمل الحرفة كمان. وبالفعل نحن دربنا 5 حرف، دربنا الميناء على الزجاج، دربنا العجمي أو الرسم النباتي على الخشب، الدهان الدمشقي بيقولوا، دربنا الخزف، الإيشاني، الإكسسوارات والحلي التقليدية. هدول وتخرجت الدورة بمطلع هذا الشهر، كان تخرج الدورة. بتعملوا دورات لكل الحرف؟ في حرف لأنه تلاقيها قديمة جدا يعني يجب. كلها موجودة. حتى في حرف منقرضة نسيانينا عم نوجدها من جديد ونشتغل يعني فيها من جديد. شو في شيء قديم يوم رجعتوا تجددوا فيه؟ مثلا الميناء على الزجاج هي كانت منقرضة نهائيا. في تعشيق الكهرمان، في تعشيق العاج، هذا كله كانت حرف سورية ينشغل فيها هون. في المسبحة الدمشقية بيقولوا للسبحة الدمشقية كمان كانت منقرضة، عم تنشغل بالحبة هي بتنحط على المخرط أو بتنخرط بأحجار كريمة وبالبكالايت ونوع جيد يعني مو بلاستيكية. هي كلياتها هلأ عم نرجع من أول وجديد، عم ترجع على الساحة ورح نعمل دورات عليها لتدريبها ولتقويتها، مو بس إنه نذكرها، لا رح يكون في دورات. وكل دورة عن دورة الثانية عم نزيد حرف أكثر من الأول، واهتمام وزارة الصناعة معنا ودعم لها الأمور، إضافة للمعهد التدريب المهني كل الكادر تبعه كان مشارك معنا أثناء الدورة الماضية. هذا شيء كمان بيقوينا وبيعطينا قوة إنه نستمر إن شاء الله. سيد محمد، خلينا حكينا بشكل عام عن حالة الطلاب، كيف كان تفاعلهم ضمن المعرض وحتى الحرفيين الموجودين. خلينا نحكي عن الناس اليوم، الناس اللي فاتت على المعرض وشافت هذا الجمال الدمشقي، كيف كان تفاعل اليوم الناس؟ وخاصة شفنا بعد اللقطات إنه الحرفي عم يشتغل قطعته قدام الناس. يعني أول شيء شو إحساسك أنت كحرفي اليوم والناس هيك معجوقة وعم تتفرج عليك؟ هلا الناس وقت اللي إحنا شاركنا حاطت انا كمان ورشه عمل، كمان كان ابني عم يشتغل فيها، عم يرجي الشغل. الناس بتفاجئ انه فكري هذا الشغل اللي عندنا موجود كله شغل برا، ما بيعرفوا انه شغل هون، شغل بلدنا، شغل سوريا. شافوا هذا الشغل كله يعني تفاجئ وانبسط. يعني اكثريه الناس يعني ما يمرق حدا من ناحيه الصدف او من ناحيه المزاييك او من ناحيه النحاسيات الا يوقف بده يصور ويتفرج. بيصور فيديو انه شلون عم يشتغلوا، انه بدي ارجيه هي لاهله بالبيت انه شوفوا هي الحرفه عندنا موجوده. حلو التعريف اليوم طبعاً. اليوم نحن نقدر نعرف الناس كيف نحن عم نقدر ننتج هي القطعه. كان في ناس كثير بقلب المعرض يعني؟ طبعا كان في ناس كثير كثير يعني مثل الطلاب داعين اهاليهم جايين، انا كان في عندي زباين قلت لهم انا موجود بالمعرض، عزمتهم على المعرض اجوا تفرجوا، كمان تفاجئوا انه في عرض حلو كثير. يعني كلنا متكاملين مع بعض، الجمعيه لامه، كل الحرفيين مع بعض، صار في تكامل، صار في شيء جميل، الناس كلها عم تيجي تتفاجئ فيه شيء حلو. طيب خلينا نحكي معك سيد فؤاد، مثل ما قلنا يمكن هي حرف يدوية قديمة عم نحاول الحفاظ عليها، اليوم العصر اختلف. إذا بنحكي عن العصر اليوم، التكنولوجيا، العصر الحداثة، التسويق لمنتجاتكم اليوم، للتعريف عنا أكثر، كيف عم يكون؟ يعني فينا نقول زمان أول تحول، قبل كانت الشام قديمة، الناس تعرف بعضها، هلأ على السوشيال ميديا نلاقي الناس عم تستفاد، تستثمر السوشيال ميديا للتسويق لهي المنتجات، لأنه مثل ما قال السيد محمد في كثير من الناس ما بتعرف أنه في هذا الشغل عمل يدوي وموجود بعده بقلب الشام. هلا نحن التسويق هذا الشيء اللي عم نعاني منه، انه قله السياحه اثرت كثير على اسواقنا الداخليه. صحيح.
حتى كمان الوضع الاقتصادي والوضع السياسي اللي مرت فيه المنطقة ككل، كان في كتير تجار من دول الجوار يجوا صحيح بياخذوا بضائعهم أو المنتج الشرقي اللي نحن عم ننجو. أول كانت زيارة دائما تكون للشام القديمة بالضبط، يعني أول نحن بنتذكر نحن صغار على السوق دمشق، يعني أول وجهة للسياح كانت دائما دمشق القديمة. هي أجمل مدينة بالعالم هلأ بخدمها وبوجودها على هي دمشق. حتى التكوين تبعها بالأسواق تبعها اللي موجودة، الأسواق التراثية إن كانت شرقية إن كانت للألبسة التراثية إن كان للأعمال اليدوية، أجمل أسواق. حتى يعني بتجمع ما بين الحرفة أثناء العمل وبتجمع بين العرض للواجهات، هذا كتير حلو وهذا كتير مميز. حتى الآن في تواصل يعني من برا من التجار اللي كانوا يجوا عم يتواصلوا معنا أنه إذا بدنا بضاعة فيكم تشحنوا لنا، في عم نشحن نحن نبيع يعني على الاتصال على التواصل ما عن السوشيال ميديا أو عن التواصل اجتماعي. نعم عم يصير في هيك، بس طبعا وقت اللي بترجع السياحة مثل ما كانت أسواقنا بتعمى بالسياح وبتلاقي بنبسطوا وقت اللي عم ياخذوا قطعة صغيرة من هالقطع هدول بيقول لك هاند ميد، عم يروح يشوفوا حالهم انه هي شغل ايد ببلدهم. صحيح. وحتى الهدية يلي عم يطلع من سوريا بهدية من هالقطع هاي يعني كأنه اخذ ثروة لا تقدر بثمن، قد مو شايف حاله فيها. وحتى اسواقنا نحن تعتبر للسياح من ارخص الاسواق اذا بتجي مقارنة على سعر القطع الاجنبي بلاقوها ببلاش او خارجا. صحيح القطع القديمه صحيح عم اشوف قطع كثير حلوه، يعني اليوم هذا جزدان نسائي يعني نسائي نور بيخطر لك تحمي هيك شيء؟ ايه بحسهم كثير حلوين دارجين حتى مع السنسله شفنا كثير مهضومين. شو منجده منجده بروكار من جوا العين هلا يعني عم نشوفها على الثياب عم نشوفها على الاحذيه على كل شيء يعني وداخله بروكار كمان طبعا من جوا منجده بالبروكار البروكار يلي هو القماش الدمشقي المميز بالعالم كله انه صنع دمشق من الحرير الطبيعي. هلا انا بنبسط يوم تحكوا هذا الحكي انه شوف هالقطعه شو انا مو موضوع انه بيع او شراء او كذا، انا اليوم المعنويه اكثر بترفع وقت انا اسمع انه شيء حدا عم بيحكي عن هذا الشغل عن هذا التراث انه ايه والله شيء حلو بيعطيني كثير تفاعلات. اكيد بنعتز وبنفتخر فيكم. وقتنا خلص، اكيد تحيه لكل الحرفيين السوريين الجهود الكبيره اللي عم تقوموا فيها، تحيه لكل شركار بعده قاعد بشغله ومستمر بهي الحرفه. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. وكمان نحن تحيه لكل من دعم هالحرف التراثيه من كان وزاره الصناعه اتحاد عام الحرفيين واتحاد دمشق الحرفيين. ان شاء الله بنتمنى دعم اكبر معنا بفريق متكامل لحتى نستمر بهالعمل ويكون انتاجنا للاحسن وللافضل للمستقبل. ان شاء الله بنتمنى لكم كل الخير، صباحكم حلو هيك مثل هدول الاشياء الحلوه اللي عم نشوفهم. بنتمنى اكيد الدعم لكم وتكونوا رسالتكم تحملوها للاجيال اللي جايه. ان شاء الله يسعد صباحكم.